السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نواصل معكم السفر من خلال هذا الفيديو من جبال الأطلس الكبير بإقليم أزيلال، والطريق بين مدينة دمناش والهضبة السعيدة إيش بوغماس في جزئها الثاني من مركز إيش بلال في اتجاه مركز إيش بوغلي، وللمسافة ديالها 23 كيلومتر حوالي 40 دقيقة ديال الوقت، عبر منعرجات خطيرة نوعا ما بتيزي ترغيس على ارتفاع 2300 متر. هذه المنطقة اللي معروفة بآثار الديناصورات وكذلك نقوش ورسوم للحضارات القديمة بجبل أرات، واللي كانت كتعيش في هذه المنطقة وللعمر ديالها كيفوق 4000 سنة، وصولا إلى مركز إيش بوغلي في منظر رائع لعشاق الجبال والطرقات الجبلية. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك إذا كتشوف قناة لأول مرة، وفرجة ممتعة.